السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة تقسيم الشاشة اللي شرحتها قبل كده في السامسونج، ناس اشتكت وقالت الموضوع ده مش موجود في تليفونات الشاومي. التليفون ده شاومي 8، هوريكم ازاي بنقسم الشاشة وازاي بنعمل الاطار المنبثق. احنا التليفون مفتوح بالشكل ده، لو لاحظنا الزرار اللي تحت ده بيجيب البيانات، البرامج اللي مفتوحة عندي كلها بالشكل ده، عندي كذا تطبيق. تمام، علشان اقسم الشاشة ببص هنا كده فوق بلاقي تقسيم الشاشة. لما بتضغط على تقسيم الشاشة ببتدي اسحب مثلا التطبيق ده واختاره وارفعه فوق، بيتقسم في نص الشاشة اللي فوق، وبعد كده عندي كذا تطبيق. هنفترض ان احنا هنختار ده كده، يبقى احنا قسمنا الشاشة جزئين زي ما احنا شايفينهم، واقدر اطلع فوق اكبر التطبيق ده او اكبر التطبيق اللي فوق. بيظهر عندي بعد كده ان انا لو عاوز اعمل اطار منبثق بضغط على نفس الزرار ده. في تطبيقات بتدعم انها تبقى اطار منبثق وفي تطبيقات لا. اعرفهم ازاي؟ اي تطبيق في علامة السهم زي كده، هنقسم الشاشة نصين، اي تطبيق زي ما احنا شايفين الآلة الحاسبة في سهم هنا مرسوم اهو اللي هو ده، لو ضغطنا على السهم ده الاول هنفتح اللي هو الجزئين، وبعد كده بنروح عند الآلة الحاسبة وبنضغط على العلامة دي وبنضغط كده، بيبقى معايا ان هنا الآلة الحاسبة اتحولت لإطار منبثق زي ما احنا شايفين فوق الشاشة. وبعد كده بروح عندي مثلا بختار كده، اصبح عندي شاشة 2 3 زي ما احنا شايفين، يبقى انا كده حولت تليفوني لتلاتة. اي تطبيق موجود عندك في الشاومي لما بتعمل تقسيم الشاشة وتلاقي عليه علامة السهم دي، اعرف ان انت تقدر تحوله لاطار منبثق. بخلاف كده لا، اي تطبيق مش هيفتح معاك في اطار تقسيم الشاشة زي كده. مثلا في تطبيقات بيقولك ان هي محمية، ما يقدرش ان هو يعملها في تقسيم الشاشة، ده سبب راجع لان انت اما عامل باسورد او ان التطبيق نفسه ما ينفعش يشتغل، زي الكين ماستر ما ينفعش يشتغل في نص الشاشه ومحتاج شاشه كامله. لو جربنا كده مثلا اليوتيوب ما فيش عليه علامه السهم اللي موجوده على زي الاله الحاسبه، لكن اقدر ان انا افتح اليوتيوب وابتدي اشغل اي فيلم موجود زي كده، الفيلم اشتغل تحت وفي نفس الوقت خرائط جوجل شغاله فوق وعندي الاله الحاسبه، او مثلا تطبيق الفيسبوك، وبقدر اشتغل في نفس الوقت اللي الشاشه عندي اتقسمت 3 او 4. اتمنى يا رب النهارده الشرح يكون عجبكم ومفيد، واي حد عنده اي تساؤل زي اللي جه على خصوص الموضوع ان التقسيم نفع في السامسونج وما نفعش في تليفونات زي شاومي، معاكم التعليقات، تقدروا تسيبوا تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.